قال الشيخ فلان إن محمد عبده هو الأب الروحي للسلفيين للشيخ الألباني وغير الكثير. الشيخ محمد عبده ليس هو الأب الروحي للسلفيين أبدا، ولا الشيخ الألباني هو الأب الروحي للسلفيين. مش حاجة اسمها الأب الروحي للسلفيين، كلمة الأب الروحي دي ما تنفعش عندنا. الأب الروحي ده مصطلح غير دقيق، مش حاجة اسمها الأب الروحي للسلفيين، لأن المنهج السلفي الذي ابتداه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما محمد عبده فهذا الرجل سبحان الله كان بيجلس مع اللورد كرومر والأميرة نزلي في صالونها، وكانت امرأة متبرجة وكان يصافحها. محمد عبده كان يرى أنه لابد من قبول الإنجليز، خلاص هم احتلوا البلد نسلم لهم البلد وما نهتمش بال. محمد عبده كان أشعري العقيدة، وكان عنده زلات خطيرة في مسائل القدر يعني. فسبحان الله، لو قرأت الكتاب في العقيدة رسالة في التوحيد كلها مليئة بالطمات، فيبقى ده هو الأب الروحي للسلفيين يا إله العالمين.